السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ طيب والله الحمد. اللهم لك الحمد، ربنا يبارك في عمرك. معلش يا شيخ، بس أنا عندي استفسار كده. اتفضل. أنا بقدم على الحج بقالي حوالي 5 سنين وربنا عز وجل ما شاء فيه. نعم. السنة دي كنت قلت لو شاء ربنا أموت تيسر وأطلع الحج اللي هو السياحي اللي في آخر ده عشان أضمن إن أنا أطلع. لأن في القرى ما بطلعش. طيب. ففي أكتر من حد عرض عليا إن أنا أطلع، سواء أطلع تأشيرة سياحة أو إن أنا أطلع قنوات حجاج. وصراحة أنا مش راضي، يعني أقول لعل وعسى يكون فيها خطأ في إن أنا أطلع بالطريقة دي. فمن باب أولى إن أنا أطلع بمالي، يعني بلاش محايلة في الخروج للحج، وخصوصا زي ما حضرتك عارف ان الامور بقت صعبة قوي والتكاليف بقت عالية قوي. فده يجوز ولا لا يجوز؟ يعني هي الواحد ربنا يرحمنا ويرحمك، ممكن تبقى هي مرة اللي يلحق ربنا. ان اقمت اركان الحج صح حجك. طيب معنى كده ان انا لو طلعت باي طريقة تانية برضه تجوز، يعني خدمات حجك حتى لو طلعتها رخيصة او حاجة، مع ان انا مقتدر، بس ممكن في الوقت الحالي يعني انا مش مقتدر ان انا اطلع سياحة مثلا الفي اي بي دي. فلو يستر ربنا وطلعت خدمات حجاج او بتأشيرة سياحة او حاجة، مفيش عليا اسم فيها. مسألة مخالفة ولي الامر شيء، ومسألة صحة الحج شيء. الحج يصح، خلاص؟ ربنا يبارك.